السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. من أسباب انشراح الصدر في اليوم والليلة أنك تحافظ على أذكار الصباح والمساء، بس وانت جالس تقولها اعرف وش قاعد تقول، أتدبر وش كني قاعد أقول، لأنها عبادة، بس مو مسألة لسان، عبادة قلبية. إيش أعد إيش أقول؟ عبادة الذكر، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، عبادة التذلل لله، عبادة الخروج من الحول القوة إلى حول الله وقوته. إيش أعد إيش أقول؟ فأحرص إنك تعرف إيش قاعد تقول، تتدبر إيش إنك قاعد تقول. يا شيخ تلقى راحة نفسية، حتى لو إنك يا شيخ فقير أو تعبان أو مريض أو مهموم، لو انطبقت عليك السماوات والأرض تجد في قلبك انشراح وراحة نفسية وسكينة وطمأنينة قلبية. كيف كذا؟ والله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ووعد الله حق أن يطمئن قلبك.